مواعيد ثقافية متميزة ومتنوعة، ربما آخر موعد ثقافي شهدته الساحة الثقافية كان يوم 23 من هذا الشهر بقصر الثقافة، وين احتضن بودكاست عربية، وحاضرين معنا دو بودكاستر اللي راهم حاضرين. سليم عنون، نقول مرحبا بك. الله يسلمك، ميرسي. ونرحبا ايضا بإلياس حيدور، نورتنا، اهلا. الله يسلمك، بارك الله فيك، ميرسي بور لانفيتاسيون. اذا خلينا نتحدثوا على المشاركة نتاعكم في هذا ليفينمون بودكاست عربية. وي بودكاست عربية سيتي لانيفرسير تاع 2 عام ملي بداو البروجي تاع بودكاست عربية، داروها سيتي كان حاجة مليحة، عرضوا اليوتيوبر انا الياس وبزاف واحد اخرين ومدوا فيها دي بري، كرموا صحفيين دي يوتيوبر منا، وهي مبادرة مليحة يعني يشجعوا. الياس بين انك تكون ناشط في اليوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي بعيد على الببليك، وبين انك تكون فوق منصة والغاشي كامل يشوفوا فيك، فرق كبير، فرق بزاف كبير. سي ديجا لا سان سيتي فريمون ديفيرون، يعني ديفيرونس بين تكون مقابل الكاميرا كيما هكذا راني اليس باسكو سي اون كاميرا هذا نورمال، مي كي تقابل ان غران بيبليك كاين ديفيرونس. يا على كل حال حنايا بدينا كوم اون ايتون عفويين، كيما نهضر في الحومه راني نهضر قدام الكاميرا. اوني با دي كوميديان دو كومون ديراج، ما تعلمناش تياتر ولا دونك الواحد كيفاش. على كل حال مي انا بيرسونالمون ما تعلمتش تياتر، سكي في كي نهضر قدام الكاميرا كيما نهضر في الحومه نهضر قدام الكاميرا، وهذا اللي يعجب بزاف ناس. كيف يقول لك هذا ماشي تورني ويهضر كيما يهضر في الحومه ويهضر سبونطاني، فوالا خير من الواحد سبونطاني. يكون سبونطاني، فوالا سبونطاني بكل عفويه تلقائي باش يوصل لو ميساج، فوالا ما كاش كاع مشكل. وباش يلحق الميساج الثقافي عندنا محطتنا الثقافيه حاضره بحضور محمد موفق اللي راح يستعرض العديد من الفعاليات اللي شهدتها الجزائر، من بينها بودكاست عربيه اللي كان يوم 23 من هذا الشهر. ونقول صباح الخير لمحمد موفق اللي انضم والتحق بنا في هذا الصباح. محمد صباح الخير. صباح الخير لطفي. اهلا. صباح الخير بالضيوف، مرحبا بكم. اذا نبداو محطتنا الثقافيه ونربطوا دائما ونبقاو بالحدث بودكاست عربيه، ولا نقول لهم سنه حلوه للعام الثاني والطبعه الثانيه اللي كانت من تنظيم يوسف بعلوج اللي كان هو منظم هذا الحفل واللي ضم مجموعه من اليوتيوبرز. انا ما نطولش عليكم مشاهدينا، نروحوا نشوفوا الفيتيار واجواء الحفل كيفاش كانت وراجعين. يلا. شباب اختار كاميرا شخصية، موضوع يهمه هو الوجهة اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي. هنا نتحدث عن البودكاستر واللي يختار معالجة قضايا الساعة بطابع توعوي فكاهي. بيان سور سورتو من جهه بودكاست عربيه، يعني فريمون شهدنا بلي دعمونا صافي 2 عام هما غير معنا، ميم سورتو يجيبوهم تاع اور ولايه ماشي باش ما يقولوش كاين جهويه، يقول غير تاع الجي، مي اون ريماركي بلي لا بليبار تاع 48 ولايه راهم هنايا معنا حاضرين. هي عباره عن هوايه، جو انا نحب تمثيل ونحب الاخر، قلت نستعمل الانترنت ونبروفيتي نوري الهوايه تاعي في يوتيوب. فريمون راني فرحان، سما بودكاست عربي لو كان ماشي بودكاست عربيه ما نتلايموش هكذا وما نتلاقاوش بالفنانين بهذا العدد. معي. وحاجه مليحه تفرح. نتناول لي سيجي اللي يتناولهم المشاهدين روماكيين في المجتمع بزاف واللي يعانوا منهم الشباب بزاف. فار اكزومبل كاين واحد المواضيع يتناولهم بس الشباب بزاف. كل هذا اجتمع في حدث يعد الأول من نوعه في الجزائر، وللسنة الثانية على التوالي بودكاست عربية الذي شهد تكريمات وعروض فنية وترفيهية. شكرا لكم. تعب تاع 3 أشهر تحضيرات ومصار سنة من العمل في مشروع بودكاست إريبيا، نتوجو دائما بسنة اللي نقدموا فيها حصيلة العمل تاعنا. نتمنى أنه الحفل هذا اللي كان بمشاركة فرقة أورلين اللي نوجه لها تحية على الحضور، والمهرج صديقنا حسام براوني اللي فرح أطفال جمعية كافل اليتيم. نتمنى أنه كان فسحة الناس أنه ترفه شوية على نفسها وتشوف هذا المشروع بطريقة شوية مغيرة، على أنه مشروع جامد وفقط دعم مباشر، أنه حاولوا أنه نخلقوا جو من الفرحة عند الناس. التركيز على المحتوى وتقديم رسائل تحمل مفاهيم ضمنية من شأنها أن توقد الوعي لدى الشباب، وهو الهدف من بودكاست عربية في طبعته الثانية. محمد موفق لصباح الشروق.
إذا مشاهدينا كانت هذه أجواء بودكاست عربية في طبعاتها الثانية اللي شفناها، ضمت مجموعة من اليوتيوبرز، والمفاجأة لطفي كانت هو حضور وزير الثقافة اللي أعلن عن فيلم راح يجمع مجموعة من هاد كامل اليوتيوبرز، راح يكون فيلم سينمائي ولا راح يعرض إن شاء الله في مطلع 2018. أوكي.